السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة هشام عبود الصحفي الحر، كما رددها آلاف وملايين الجزائريين في الكثير من المدن الجزائرية، نكاية في عصابة العراية واعترافا لنزاهتي. والحمد لله أني أنا عندي لا فيلات ولا سيارات فخمة ولا دليل نزوخ بها، نزوخ بشهادة الشعب. هذه تكفيني، هذه تكفيني. ما عاش مكسب ما تماخلا، أوكي، عاش مكسب ما تماخلا. كل ما عندي هو رأس مالي ورصيدي لما الشعب الجزائري يخرج، ما وأنا غايب وأنا في فرنسا ما جيت قلت لهم خرجوا صفقوا عليا ولا روحوا جبت لهم بالكوام كيما يديروهم شي ناس، جيب لهم لي بيش جيبوا لهم كذا، وقال تصفقوا وما يصفقوش. فوالا، مرحبا بكم في القناة اللي تجدوا فيها ما لا تجدونه في صحافة العار والاستحمار، في صحافة البدو. كما تشوفوا في العنوان الرئيسي، موضوعنا الرئيسي فضيحة من العيار الثقيل. ماهوش كلام فارغ، على بالكم جامي نجيب كلام الفارغ، بالصوت والصورة، بالصوت والصورة. رئيس منظمة أمريكية إنسانية تفضح بالعصابة والبوليزاريو بسرقة المساعدات الإنسانية اللي راح للناس اللي معتقلينهم في مخيمات تندوف. شي تشوفوه بعينيكم. نتكلموا كذلك على وقفة نهار 13 ديسمبر للمواطنين اللي جراوهم وكذبوا عليهم وداو لهم دراهمهم. شكون دار لهم دراهمهم؟ اللي يدعيوا انهم دولة، اللي يدعيوا يمثلوا في الدولة، ما بقاتش دولة. فهذو من وقت تبون، من وقت تبون كي كان وزير السكن، سرقوا الجزائريين دراهمهم، قال لهم حكاية سكنات عدل. ايه سكنات عدل هذه، قداش نسناو الناس تستنى. نعملوا وقفة احتجاجية يوم 13 ديسمبر. يعني هي المفروض صارت اليوم، عملوا اليوم وقفة احتجاجية. لا عفوا، يوم 19 ديسمبر، يوم 19 ديسمبر باش يعملوا وقفة احتجاجية. هذا من جهة. نتكلموا كذلك على هذاك النتن المجرم اللي راه في صراع مع الموت. الواحد يقول لك واحد في صراع مع الموت انه يتصارع باش ما باش ما يموتش. هذا لا، هذا راه يتصارع باش يموت، حاب يموت والموت راه فاي. عرفتوا شكون الخبيث؟ ولد الخبيث قومي، ولد القومي الحكي، ولد الحكي النزار قتال 250 ألف جزائري، والمتابع قضائيا أمام المحاكم الدولية بتهم جرائم ضد الإنسانية. لطيف يا لطيف، الموت رابدة تدرك نتكلموا عليه بالتفصيل. نتكلموا شهادة شاب حراق، شاب حراق يقول لهم يا خويا أنا ما ندمتش، خلص 103 مليون ولا 120 مليون باش حرق، وقال لي يا خويا هكذا خير لي وما ندمتش وحسن لي، لأنه في الجزائر ما تقدر دير والو. تنطق الحبس، الحبس، سمعوه فمو. يعني هذه شهادات مواطنين، ما تقولوا لي راك عامل تاع المخزن ولا عامل تاع المخابرات الفرنسية ولا عامل تاع، هذا ماهوش بوصبع، هذا مواطن عادي. هنا تكلموا على الشياطين والناس التافهين يضربوا ويكذبوا ويزوروا في التاريخ. فاش
شكون اعترف الاول بالولايه الاستقلال الولايات المتحده الامريكيه؟ الجزائر هي الاولى، والاخر يقول هي الثانيه، وكل واحد يشكر الامريكان يقولوا لا ما كنا الاولين لا الثانيين. شوف تفاهه وين رايحين، تفاهه وين رايحين. وضو شوف نقولوا شكون واش قال الامريكان. وراح نتكلموا على محاكمة رئيس بلدية بيرين في بلاد الجلفة اللي هو سارق خبيث واستغل النفوذ العثماني، عنده قنطار تهم شوفها، واللي كان المفروض يتحاكم اليوم ولكن تأجلت الى يوم 20 ديسمبر بطلب من الدفاع ديالو. وطبعا هذا رئيس البلديه هذا اللي رايح يتحاكم نهار 20 ديسمبر، هذا اخوه شقيقه الجرد لندن اللي راهو هارب، هارب من الانجليز، هارب من فرنسا، هارب من كل جهه، ومراه سمعت عليه موندا داري ما همش سالكينو. فوالا هذا هو الشقيق الجرد نتكلم عليه فيما بعد. كما راح نتكلموا ثاني على اجتماع القمه لسبع رؤساء المصدرة للغاز واللي راح ينعقد في الجزائر. ودرك نشوفوا الحكاية. وكما راح نتكلموا ثاني على قضية نبي حق بن شيخة اللي ما حضرش سهرة تتويجات تاع الكونفدرالية الجزائرية الإفريقية لكرة القدم. فوالا هادو كامل راح نتكلموا عليهم اليوم بكل التفاصيل. وقبل ما ندخلوا تفاصيل كما العادة، تحية من الأعماق لكل الإخوان والأخوات اللي يتابعوا بوفاء، وهذا خص بالذكر عبد الحق الهمسي، كريم رشدي، قادة أنا في عيسى الرحمون، أنا ردمي، سلام الله عليك، مدنية ولو طال الزمن أو قصر. صحيح. تحية كذلك ل عبد القادر الحمسي، لأنه الاسم راه تمشي في الدعوة أن الخوارة يشوف بسرعة وما نطري نقرأ اسم حتى نصيب 10 أخرين نزادوا. أمزيل محمد حامد ناصر جو مارك اللي هو الوافي، قلنا الوافي المغرب، يمنى علي، يحيى كات، غدا حنفي، بشير مفروض، كاين اخوان اللي يكونوا ديجا حطوا اسمهم دو تروا فوا، ريان لو بوس، عزيز داوي، هاشمي بن من نيويورك، هاشمي بن حسين طالبي، دون ميمو دي بلاسمون ا نيويورك بور لو ترافاي، الله يسلمك خويا حسين راك تبع فينا وشكون مع الوفاء. خونا محمد عمران حمدان دراع خدا ديزيتو فون بلاك، يقول لنا خونا حمدان سان بي بون ديسين دو سليم لي فيزيتور ديزيرو زو تروفون اون بلاك سي با دي كابيل تي توا. هذه قال كريم جدها التبون، التبون ما يهدرش. زهرة الشاطر الله يسلمك الله يحفظك اختي، عمران إيغريك تي بونسوار، حسن سليمان مساء الخير خويا، مصطفى دحماني
شو نكمل باش كنا نبدا بالاخرين يا سي مصطفى ونكمل بديك الايه مسك الختام اخونا مصطفى الحماني هذا طرح كم ثلاث بايس دوبي لا لا من ركتا صح خلي نقعد ندي لا بريمير دوزيام ثروزيام بلاص لا لا بزاف هذيك وربي يزيد لك على كل حال هذا واش قولي هذا واش دير الناس راه مده وده وشي العجب حسن بوعنان من دار البيضاء ويوسف 88 ناسيونال انفو السلام عليكم جميعا وتحياتي لكل الاخوان اللي يتابعونا جيل ولكل الاخوان اللي راح يلتحقوا بنا فيما بعد اذا ندخل في تفاصيل السهره طبعا المواضيع تاعنا بعد اجيال